الكلاسيكو المصري الديربي الأجمل والأقوى والأشهر في مصر وإفريقيا، الأهلي والزمالك، المارد الأحمر والفارس الأبيض في لقاء القمة 111، لقاء جوهرة التاج الذي ينطلق مشاهدينا الكرام من ملعب برج العرب. الكل موجود والكل حاضر، والقمة 111 تنده نقول حاضر. فاليوم موعدنا مشاهدينا الكرام مع قمة الإثارة والتشويق، قمة الجماهير المصرية في كل مكان التي تترقب هذا اللقاء وتسأل من سيفوز الليلة بجوهرة التاج، من سيفوز بجوهرة التاج ويتزين بها مشاهدينا في مشوار اللقب والدرع وتاج الدوري الممتاز رقم 57. 90 دقيقة كرة قدم بين الأحمر والأبيض هي دائما الأمتع والأكثر حماسة مشاهدينا وإثارة، ستقودنا إلى حقيقة المباراة وتضيف لنا سطرا جديدا وفصلا جديدا في رواية كرة القدم المصرية، رواية الأهلي والزمالك. القمة 111 ترابل 1 تدار الليلة مشاهدينا عن طريق الحكم المجري فيكتور كاساي ومساعدة مواطنيه فينسل توس وجورجي رينج، والحكم الرابع هو آدم فاركاس، بينما تشكيلة الفريقين وال11 لاعب اللي انتزعوا ثقة الجهاز الفني لكي يبدأ بهم هذا الحوار الهام، كل من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وأحمد حسام ميدو. أول مفردات اللقاء مشاهدينا هي تشكيلة الفريقين. النهارده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للنادي الأهلي بيدخل في لقاء القمة رقم 111 بتشكيلة مكونة من شريف إكرامي في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر أحمد فتحي، حجازي، رامي ربيعة، صبري رحيل، قدامهم اثنين هافاد فيندر، حسام غالي وحسام عاشور، واربع اوراق هجوميه للمارد الاحمر في هذا اللقاء مكونه من مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وفي الامام مليك ايفونا. على الجانب الاخر والفارس الابيض احمد حسام ميدو بيبدا النهارده تشكيله نادي الزمالك باحمد الشناوي في حراسه المرمى، رباعي في خط الظهر عمر جابر، علي جبر، احمد دويدار، حماده طلبه، ثلاثي في وسط الملعب احمد توفيق، ابراهيم عبد الخالق، معروف يوسف، ومثلث هجومي امامي للفارس الابيض مكون من محمود كهربا، ايمن حفني، وفي الامام باسم مرسي. قمه جديده ورواية جديدة مشاهدينا الكرام، لحظات قليلة وتنطلق في ملعب برج العرب بالاسكندرية، الملعب اللي هيحتضن القمة رقم 111 ترابل 1، القمة اللي بينتظرها عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان. النهاردة جماهير النادي الأهلي الجماهير الحمراء بتمني النفس بالعزف منفردا على القمة وتوسيع الفارق مع الفارس الأبيض إلى 7 نقاط، بينما نادي الزمالك وجماهيره الكبيرة في كل مكان تمني النفس إلى عودة الاستقرار ونغمة الانتصارات مرة أخرى عن طريق بوابة المارد الأحمر وتقليص الفارق على سباق القمة إلى نقطة واحدة. بداية جميلة وهي بداية الروح الرياضية اللي كل الصحف الرياضية المصرية أطلقت على لقاء القمة 111، هو لقاء قمة الروح الرياضية ما بين فارسي الرهان قطبي الكرة المصرية الأحمر والأبيض. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نزل طاقم التحكيم الدولي المجري ونزل
لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الزمالك إلى ملعب اللقاء، التحفة المعمارية الكبيرة، ملعب برج العرب اللي كلاكيت ثالث مرة بيشهد لقاءات الأحمر والأبيض على ملعب الإسكندرية وعلى ملعب برج العرب. أول مرة كانت في عام 2012، لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في دوري الأبطال، ثم لقاء الإياب في الموسم الماضي اللي انتهى لمصلحة النادي الأهلي 2-2 بهدفي مؤمن زكريا. والنهاردة كلاكيت ثالث مرة برج العرب يحتضن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. النهاردة مباراة بثلاث نقاط، ولكنها مباراة ببطولة خاصة، مباراة ما بين الكبيرين والزعيمين في مصر والوطن العربي والقارة السمراء. بنتمنى ان احنا نستمتع بهذا اللقاء، خصوصا ان كل المفردات وكل المعطيات وكل الحلويات موجودة داخل البساط ما بين الاحمر والابيض، ولا سيما حاكم اللقاء فيكتور كاساي المجري اللي بيعد واحد من حكام النخبة في القارة، قارة اوروبا. لحظات مشاهدينا الكرام، وينطلق الحوار المرتقب والبحث عن جوهرة التاج. التاج هي بطولة الدوري الممتاز، ولقاء الأهلي والزمالك هو جوهرة التاج، والسؤال من سيقتنص جوهرة التاج في حوار الليلة، حوار اللي بيأتي ضمن فعاليات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز. 110 لقاء في رواية الأهلي والزمالك فقط في بطولة الدوري الممتاز، 39 انتصار للمارد الأحمر مقابل 25 انتصار للفارس الأبيض، بينما التعادل بكل أشكاله كان موجود وحاضر في 46 لقاء. هنشوف النهاردة مباراة بتقبل كل التوقعات، ودايما سيناريو اللقاء وسيناريو إحراز الأهداف هو اللي بتبقى له الكلمة العليا في نتيجة المباراة النهائية. 90 دقيقة كرة قدم مشاهدينا الكرام ما بين الأحمر والأبيض، الأهلي والزمالك، كل النجوم موجودة داخل البساط، نجوم الكرة المصرية ومنتخبنا الوطني الأول. بنأمل إن احنا نشوف كرة حلوة، كرة ممتعة، كرة شيقة، كرة هجومية من الأحمر والأبيض. هنشوف ونتابع 90 دقيقة دايما بينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. فيكتور كاساي بيظبط ساعته، وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام نبدأ اللحظات الأولى والحوار الأول ما بين الأهلي والزمالك المصري في قمة الكرة المصرية على ملعب برج العرب. رمي التماس لمصلحة نادي الزمالك اللي في نصف الرواية الأول هياخد الجانب الأيسر، أدي أحمد حسام ميدو في ولايته الثانية، واللقاء رقم 40 واللقاء رقم 6 في ولايته الثانية. بتلعب الضربة الحرة، كرة للأمام على طول أحمد فتحي، حمادة طلبة توزيع للأمام على طول، كهربا، الضغط العالي للفارس الأبيض، ولكن ضغط على حمادة طلبة تنتهي بتماس. النهاردة مباراة القمة منقولة لحضراتكم بعشر كاميرات بالإضافة لكاميرا كرين وكاميرا استيدي كام وكاميرا محمولة، والمجموع 13 كاميرا. نأمل إن احنا نستمتع بالنقل النهاردة للقاء اليوم، لقاء القمة، لقاء السحاب، لقاء القمة 111.
لمسة للأمام، مؤمن زكريا، أحمد فتحي في الجبهة اليمنى بيتقدم، عمل مشوار وعلى طول مليك إيفونا المطرقة الجابونية العائدة للمارد الأحمر، ودي العرضية الأولى على طول إبعاد والمتابعة والسكند بول من لاعبي النادي الأهلي، ولكن تشفيت. باسم مرسي بيعمل محطة جيدة ويرجع يعمل المساندة عند حمادة، مهم جدا جدا الدقايق الأولى. من سينتزع الثقة؟ من سيفرض الإيقاع؟ هل الأحمر أم الأبيض؟ هنشوف ونتابع. كرة في وسط الملعب على طول، ربيعة، عاشور يرجع على طول لصبر رحيل، التوزيع الأمامية عند رمضان، صبر رحيل، حسام عاشور لحسام غالي، وضغط مبكر من لاعبي نادي الزمالك، ولكن بإنسيابية وسهولة بيتقدم أحمد فتحي في الجبهة اليمنى، ودي التمريرة الأمامية على طول أريها حمادة. أحمد حجازي، صبر رحيل اللي النهاردة بيلعب القمة رقم 8، لعب 7 قمة صبر رحيل، 4 بالأحمر و3 بالأبيض، أدي تقدم جميل من عمر جابر، والتوزيع الأمامية خطيرة في جبهة اليسرى، ولكن على طول صبر رحيل قبل باسم يعمل تغطية، ولكن المتابعة موجودة من الفارس الأبيض، ودي باسم بيسدد ولكن بترتد وبتوصل سهلة عند شريف إكرامي. أدي باسم مرسي 141 يوم لم يحرز أهداف في بطولة الدوري الممتاز، صحيح أحرز مع منتخبنا الوطني في اللقاء الودي أمام ليبيا. معروف يوسف ومساحات موجودة، أيمن حفني الحريف في مكان خطير، هيعمل إيه؟ عايز يسدد ولكن بترتد، ودي مرة تانية معروف يا ولد، معروف يا ولد بيحط تسديدة حلوة جدا جدا، واللقطة الأولى والكلمة الأولى من النيجيري صاحب ال 23 سنة يطلق قذيفة قوية جدا جدا أرضية بعد مناورة ومحاولة، ولكن تسديدة بالقدم اليسرى يدوب يدوب سنتيمترات علشان تروح وتضيع أول فرصة ثمينة للفارس الأبيض، وإحنا بنلعب في الدقيقة 5 من زمن وعمر المباراة. دايما دايما لقاء بيقبل كل الاحتمالات، ولكن الأقل أخطاءً والأكثر استغلالاً للفرص هو اللي بتبقى ليه الكلمة العليا. عبدالله سعيد بياخد خطأ، ضربة حرة مباشرة بعد تدخل من إبراهيم عبد الخالق. حسام غالي الكابيتانو، عبدالله سعيد لمسة على طول رمضان في مكان خطير، رمضان يسلم عبدالله ولكن دخل في حضن الفارس الأبيض وحضن دفاعاته يشتت على طول. صبر رحيل، مليك إيفونا بيعود بعد غياب 4 لقاءات، مليك إيفونا المطرقة الجابونية، بينما على دكة البدلاء. أدي الكورة بتخبط في إيد أحمد حجازي، عشان كده باسم طالب فيكتور كاساي الحكم المجري باحتساب ركله جزاء، ولكن قال بلاي اون. احمد الشناوي الحارس الامين اللي النهارده بيلعب القمه رقم 5، بيلعب على طول كوره للامام، ولكن فتحي يرد، حماده طلبه المتحمس الموجود دائما وحاضر يعمل رد للكوره في نص ملعب النادي الاهلي. هنشوف مين هيقدر يسيطر على منطقة وسط الملعب، مين هينتزع المبادرة الهجومية. ادي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي النهارده بيلعب اللقاء رقم 4، ومواجهته الثالثة للفارس الأبيض. أيمن حفني بياخد خطأ كان ملتزم بيه رمضان صبحي، والخطأ موجود، وصفارة ضربة حرة مباشرة. علي جبر
الكرة المتسقطة، حجازي يلمس، ربيعه يسنده على طول من الجبهة اليسرى يطلع صبر رحيل، إبراهيم عبد الخالق، حمادة طلبة دخل لقلب الملعب، حمادة أدي الكرة الأمامية، هل فيها راية ولا صفارة؟ ما فيهاش، وتقدم باسم ويظبط، ولكن عرضية سهلة على طول من القلب بيطلع فتحي، ولكن سيطرة وانتشار جيد من الفارس الأبيض نادي الزمالك. أدي باسم مرة تانية مضغوط عليه ولكن بيستفيد. النهاردة باسم بيلعب أيضا القمة رقم 5 في مشاركته رقم 12. أدي التحرك وكان مغطي مدافع النادي الأهلي صبر رحيل، معروف يوسف، يرجع للشناوي، جاب على طول عمر جابر، أكتر لاعب في نادي الزمالك لعب مباريات قمة برصيد 10 لقاءات، والنهاردة بيلعب القمة رقم 11 ابن النادي عمر جابر. كرة على طول إبراهيم عمر جابر بيظبط، ارتد لاعبي النادي الاهلي كلهم في نص الملعب تحت الكوره، معروف يوسف بيتحرك حلو، حماده طلبه في الجبهه اليسرى، وادي بيعمل السنده يا ولد على الفنت واحد والتاني، وادي الكوره، ادي الكوره، ولكن عملها حماده طلبه، وقدم لنا لقطه فنيه خادعه لاحمد فتحي في الجبهه اليمنى واحده والتانيه، ولكن العرضيه الارضيه مش معديه. العب يا اهلي، حضراتكم عارفين لقاء بإقام في عدم حضور جماهير، ولكن مسموح لكل فريق بحضور 50 مشجع لكل فريق، علشان كده اللقطة اللي فاتت خلت جماهير النادي الاهلي تعلي الهتاف وتعلي التشجيع. ادي صفارة وخطأ لمصلحة مؤمن زكريا، كرة قريبة من منطقة ال18، هنشوف، ادي احمد الشناوي على طول بيظبط الحائط البشري، هنشوف النادي الاهلي هينفذ الضربة الحرة المباشرة ازاي. شايف 5 احمر متقدمين و8 ابيض متراجع في الخلف، تتنفذ على طول الكرة وحشة، يقطع توفيق من اقرب نقطة، احمد توفيق على طول ايمن حفني بيسلم كرة للمتقدم عمر جابر الغير متقيد باي مكان، وقف على كورته بشكل جيد، ودي الكرة مرة تانية، ولكن يا ولد حجازي من الروف بيطلع الكرة الخادعة الماكرة اللي كانت رايحة الباسم. مؤمن زكريا دخل للقلب، مؤمن عمل مشوار وعايز يسدد، يا ولد عايز يسدد، يا ولد يا ولد يا ولد، مؤمن زكريا صاحب الهدفين في آخر لقاءات القطبين على ملعب برج العرب في لقاء الإياب في الموسم الماضي، بيحط أول كلمة وأول لقطة للمارد الأحمر، ولكن تسديدة قوية من 25 متر بتمر بجوار القائم الأيسر لأحمد الشناوي. ادي مؤمن زكريا اللي بيلعب النهارده القمه رقم 5، لعب 3 قمه بتيشيرت النادي الاهلي وقمه واحده بتيشيرت الفارس الابيض. احمد حجازي كينج كونج يعمل ابعاد مره تانيه، كهربا عايز يعدي ويصول ويقول، ولكن ربيعه موجود وحاضر، رمضان صبحي هيقدم لنا ايه النهارده، هنشوف ونتابع. احمد فتحي على طول بيلعب كوره للامام في اتجاه مليك ايفونا، لعيب سريع ولا مؤمن زكريا؟ ده مؤمن زكريا هرب على اطراف، ودي احمد فتحي العرضيه، ولكن جبر على طول بحساب المثلثات والدقه المطلوبه يعمل ابعاد. ايمن حفني، محمود كهربا، تقدم كهربا السريع النشيط الحريف، عدى واحد والتاني
ولكن على طول بيقفلها بجرأة كبيرة جدا جدا وتوقيت مناسب. أحمد فتحي، عبد الله سعيد بياخد خطأ، شايف في تركيز من ثلاثي وسط الملعب، اللاعب الأقرب سواء توفيق أو إبراهيم عبد الخالق على طول بيضغط على صانع الألعاب ومصمم الهجمات عبد الله السعيد. حسام غالي، أحمد فتحي على طول التوزيع الأمامية، المرة دي معروف ملتزم مع مؤمن زكريا. توفيق بيستلم الكرة على طول ولعب من لمسة واحدة، علي جبر الكرة للأمام، هات وخد منتهى الخطورة من أحمد توفيق، ولكن بيستعيد ويصحح وضعه مرة تانية عند حمادة طلبة. معروف يوسف بيغير اتجاه اللعب في المساحة الخالية، ولكن بعيدة وصعبة على الحريف أيمن حفني اللي بيلعب النهاردة القمة رقم 5 ليه. لكن أكتر اللاعبين لعب في لقاءات القمة هو طبعا حسام عاشور اللي النهاردة بيلعب القمة رقم 32 ليه. أحمد ديويدار، طلبة، معروف يوسف، لكن بتخرج الكرة من معروف علشان تبقى تماس. لقاء بادي في أول 13 دقيقة، في حذر شديد جدا جدا من كلا الفريقين. النادي الأهلي عنده أوراق والزمالك أيضا عنده أوراق، ولكن الورقة اللي هتكسب مين هنشوف ونتابع. أدي مليك إيفونا عدل نفسه وبينتظر تملي الانطلاقات والمساحات الخالية في خط الدار. هنشوف حسام عاشور، غالي على طول في القلب عند حجازي، تقدم أحمد حجازي، عبد الله السعيد، عد عبد الله عايز يلعب كرة، ولكن الساتر الأول من معروف يقطع الكرة، بترتد من جديد لعبد الله، كرة للأمام، حلو التحرك في منتهى الخطورة، ولكن صبري فين يا صبري، عد حلو وخد التمريرة السحرية من مصمم الهجمات عبد الله السعيد في مكان في ظهر عمر جابر، عمل الأولى حلو ولكن الثانية في آخر الدنيا عند الشطبي في آخر اسكندرية بعيدة تماما تماما. أدي صبر رحيل قدم لقاء ممتع، هو الأفضل ليه على الإطلاق منذ انضمامه للنادي الأهلي في لقاء الجولة الماضية أمام إنبي، وعمل تمريرتين اسيست في اللقاء طبعا اللي انتهى لمصلحة النادي الأهلي 2-0. اللقاء اللي خلى جماهير النادي الأهلي كلها متفائلة. على الجانب الآخر الزمالك قادم من هزيمة من الدراويش 0-1، علشان كده جماهير نادي الزمالك ينتبه الشعور بالقلق، ولكن لقاء القطبين ملوش حسابات وملوش أفكار، ولكن الأفكار كلها والحوار خلال التسعين دقيقة. أدي ميدو اللي لعب قمة وحيدة كلاعب وأيضا قمة وحيدة كمدير فني. إبراهيم عبد الخالق، كرة الأمامية من أيمن، ربيعة موجود، لعيب نشيط، لعيب راجل، صبر رحيل، مليك إيفونا بيسقط وبيعمل كنترول وحتى الآن عامل محطة لعب جيدة. أحمد فتحي كلها تمريرات، حسام غالي منتظر تقدم زمايله، سقط مليك إيفونا، أحمد فتحي تقدم، فتحي بيرفع وشه وعايز يلعب على طول لمليك إيفونا، عدى ولكن على طول يا ولد يا ولد يا ولد عمر جابر انضم الى قلب منطقة ال 18 ويقفل على مليك إيفونا. ادي مرة تانية محاولات ومثلثات من اجل اختراق الجبهة اليمنى اليسرى لنادي الزمالك، ولكن في صفارة وفي خطأ.
ادي مليك ايفونا، ولكن بص شوف عمر جابر على طول يقفل ويعمل الكفر الدفاعي بشكل جيد، وادي الخطأ الموجود لمصلحة احمد توفيق. كابتن عبد العزيز عبد الشافي النهارده بيلعب القمة رقم 3 ليه كمدير فني، زي ما لعب 8 قمة كلاعب وهو لم يخسر من الفارس الأبيض كلاعب أو كمدرب. أدي اللقطة ما فيهاش أي حاجة أبدا أبدا لمليك إيفونا. أحمد فتحي منتظر التحركات، الكرة على طول يلبس مؤمن، ولكن أحمد توفيق بقول لحضراتكم ضاغط على طول على عبد الله السعيد في كل مكان، وبيتناوب الرقابة هو وإبراهيم عبد الخالق. أحمد توفيق الكرة الأمامية، النهاردة شايف حمادة بيعمل زيادة وبيتقدم، هنشوف أدي كرة هات وخد. مؤمن زكريا تقدم ومعروف يوسف بيتابع وبيحاول ان هو يقفل المساحة اللي تقدم فيها حمادة. ادي مرة تانية عبد الله هات وخد وتمريرات من رجل الرجل، ولكن ضغط من احمد توفيق. احمد فتحي احتفظ بالكرة ومنتظر توزيع زمايله من جديد، نزل مليك ايفونا علشان يوجد حلول. احمد فتحي الكرة المتسقطة رمضان، لسه رمضان والجانب الأيسر لم يظهر حتى الآن، دخل رمضان للقلب عايز يعمل هات وخد، ولكن العمق للفارس الأبيض مغلق. ودي تسديدة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام، التربو أحمد فتحي يفاجئنا وبيسدد تسديدة هاف بولي، ولكن الأخطبوط أحمد الشناوي ياخد القرار من تسديدة أحمد فتحي الحلوة جدا جدا اللي فيها عنصر مباختة ومفاجأة، ولكن باقتدار يحولها إلى ركلة ركنية تتنفذ على طول. ودي كورة معدية في منتهى الخطورة من رامي ربيعة، ولكن إلى خارج الملعب علشان تبقى ركلة مرمى. حتى الآن الحوار إيكوال والمشاغبات من خلال التسديدات بعيدة المدى، شفنا تسديدة معروف يوسف وشفنا تسديدة مؤمن زكريا، ودي اللقطة الحلوة الأولى في الدقيقة 18 تسديدة أحمد فتحي وتألق للشناوي. معروف يوسف حجازي الكرة الأمامية، حمادة طلبة موجود وحاضر في الكرات العالية، إبراهيم عبد الخالق كرات مشتركة في المنطقة المليئة باللاعبين منطقة وسط الملعب. صبري رحيل ياخد تمريرة ذكية من غالي، والكرة الأمامية عند عبد الله، ولكن قفلها علي جبر اللي بقول لحضراتكم بحساب المثلثات بيقدر يحط جسمه في توقيت مناسب جدا جدا ويقفل انطلاقة عبد الله. لكن النادي الاهلي بيحاول من خلال التمريرات العميقة من على الاطراف ان هو يستفيد بالسرعات لمليك ايفونا او انطلاقات مؤمن. صفارة وخطأ بيحتسبه فيكتور كاساي صاحب الاربعين عام اللي بيجيد المجرية والألمانية والإنجليزية، ثالث لقاءاته اللي بيديرها في القاهرة. علي جبر، أحمد دويدار، معروف يوسف، كلها تمريرات من رجل الرجل، ولكن في منطقة التحضير. ادي الكرة الأمامية وادي التحركات المرة دي من كهربا. يا ولد يا كهربا، دخل واحد والتاني وعايز يعمل مرور، ولكن اتضغط عليه من أحمد فتحي، خبرة كبيرة جدا جدا النهاردة
بيلعب القمة رقم 13، وربما تشكيلة النادي الأهلي هي الأكثر خبرة والأكثر تمرسا في لقاءات القمة. هنشوف اللقطة مرة تانية، هل فيها إعاقة ولا تدخل شرعي؟ كان قريب فيكتور كاساي، عدى كهربا من ربيعة، ولكن تدخل قوي من أحمد فتحي وسقوط من كهربا، اعتبرها كاساي إن فيها عدم وجود أخطاء. كل الأمور التحكيمية النهاردة في لقاء القطبين، هنسيب الصورة هي اللي تتكلم. حتى الآن 4 أخطاء على النادي الأهلي و4 أخطاء على نادي الزمالك. لقاء إكوال في كل شيء، أدي على طول بثبات شريف إكرامي. أحمد فتحي، تقدم فتحي على طول، مؤمن زكريا دخل لقلب الملعب، مؤمن منتظر التحركات، لسه محدش قابله خالص من لاعبي نادي الزمالك. رمضان، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، كلها تمريرات ومثلثات هدفها السيطرة والاستحواذ وفرض الإيقاع من المارد الأحمر، ولكن لاعبي نادي الزمالك كلهم رجعوا في نص ملعبهم في التزام وفي حذر، زي ما بقول لحضراتكم بادئ بيه لاعبي الفريقين. حسام عاشور، صبر رحيل، السهل السلس على طول الكرة العرضية، ولكن لمسة من إيفونا بتوصل لفتحي، يظبط كورته ويعمل المساندة عند عبد الله السعيد، مضغوط عليه في كل مكان. حسام عاشور، أحمد فتحي، مناورات، عايز يلعب العرضية فتحي، ولكن بيهاجمه بيقابله حمادة طلبة، بيأجل القرار لاعبي النادي الأهلي على طول حجازي، تمريرة أمامية عند عبد الله، فتح مساحة جيدة عبد الله، ورمضان صبحي فاتح مساحات الملعب في الجبهة اليسرى. حسام غالي المرة دي بيتقدم، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد خدع الكل، والكل افتكر ان هو هيعمل الهات وخد مع حسام غالي، ولكن غير افكاره ووسع لنفسه زاوية التسديد، ولكن حب يلعبها بليسنج بالقدم اليمنى، القدم اليمنى، القدم اللي حتى الان مسجلها 5 اهداف، ولكن حطها اعلى من المرمى عبد الله السعيد. احمد الشناوي هيعتمد على الكرة الامامية، على طول كرة بتعمل بند، هيسيبها احمد فتحي عشان ياخد رمي التماس. 90 دقيقة كرة قدم ما بين قطبي الكرة المصرية، هي القصة، هي الحكاية، هي الرواية، هي اللي بترسم كل التفاصيل، واحنا ما علينا الا نتابع ونشوف من سيتفوق في هذا الحوار، مين اللي هيكون البطل في هذه الرواية. محمود كهربا تقدم، كسب مساحة أرض، ولكن معتمد على مهاراته، معتمد على مهاراته وقدراته الفردية، عدى 1 و2، ولكن إيد لوحدها ما تسقفش، على طول بتطول منه وتوصل عند شريف إكرامي. أحمد فتحي بيعمل تمريرات، تقدم لمؤمن زكريا، حتى الآن الجبهة اليمنى هي اللي شغالة. ادي رمضان دخل للقلب علشان يزود لاعبي النادي الاهلي، وادي التقدم من الجبهه اليمنى، وادي العرضيه رايحه على القائم الثاني، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد بالعقل، والعقل زينه من عمر جابر، على طول يسند على الشناوي اللي عايز يعمل الهجمه المرتده عند باسم مرسي، ولكن على طول رامي ربيعه يضغط عليه. حسام عاشور معروف يحط رجله، معروف ويطلع الى خارج الملعب تماس. بدأت جماهير نادي الزمالك تنده وتقول العب يا زمالك،
حتى الآن 27 دقيقة والتعادل السلبي لازال قائم. ونجوم منتخبنا الوطني مشاهدينا وجها لوجه وثلاث نقاط بين المطرقة والسندان. صبر رحيل على طول توفيق معروف يوسف لعب حلو من لمسة واحدة. والزمالك لما بيلعب جماعي بيبقى شكل تاني وطعم تاني، لكن عيبه حتى الآن واللي مقلق جماهيره الاعتماد على الفرديات. النهاردة النادي الأهلي موجود على دكة البدلاء الغزال عمرو جمال وجون أنطوي وصالح جمعة وهاني، ودي كورة متسددة ولكن بعيدة تماما عن المرمى، بالإضافة لمحمد هاني وحسين السيد والسعد السمير والحارس أحمد عادل، بينما ميدو بيختزل على دكة البدلاء. شيكابالا ومصطفى فتحي وميكي وحمودي ورمزي خالد وحازم إمام والحارس محمود جنش، أوراق مهمة جدا جدا هنا وهناك. رمضان صبحي لسه الكل بيلعب على المضمون. حسام عاشور بيسلم مؤمن زكريا وبيسدد مؤمن ولكن في المكان والزمان اللي واقف فيه احمد الشناوي. النهارده الشناوي بيلعب اللقاء رقم 101 ليه في بطوله الدوري الممتاز. النهارده اتنين حراس كبار، اتنين حراس عظام، هم حارسي منتخبنا الاول احمد الشناوي وشريف اكرامي. كل التفاصيل ممتعه، كل المفردات جميله. ايمن حفني بيعمل تمريره الباسم واحده عايز يسدد الثانيه، ولكن في صفاره وفي خطا، ضربه حره مباشره من مكان مميز وخطير. ونادي الزمالك حتى الان من خلال لمساته ومن خلال تمريرات ايمن حفني لباسم بيحاول يوصل الى مرمى شريف اكرامي عن طريق ما قل ودل. وبالفعل في خطا موجود من احمد فتحي، علق رجل باسم مرسي في اللقطه اللي فاتت ديت. سلامات لباسم مرسي اللي بيشارك النهارده مع نادي الزمالك للمره 13، لكن 12 مشاركه ب 703 دقيقه فقط، مش بكامل الدقايق. وحتى الان لم يتحرك عداد الاهداف بالنسبه لباسم الحاسم. كره على بعد 22 متر، كره حلوه، كره خطيره، هنشوف الحاسم هيقدم ايه. واخد وضعية التنفيذ وحائط بشري مكون من خمس لاعبين، ودي باسم على طول، عايز يركن، ولكن الحائط البشري المارد الاحمر على طول يعمل جامب زي ما حضراتكم شايفين، وحجازي الكينج كونج على طول يلمس ويطلع الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى الركنية الاولى لمصلحة نادي الزمالك. ابراهيم عبد الخالق في جمله متفق عليها اتلعبت على القائم الاول، ودي اللمسه من المتقدم علي جاب، لكن اللمسه اعلى من المرمى، لكن واضح ان ميدو محفظ لاعبي نادي الزمالك. جمله في الكرات الثابته القريبه من مرمى شريف اكرامي، ادي اللمسه لصاحب ال 193 سنتي علي جاب. احمد حجازي، شريف اكرامي اللي بيلعب النهارده القمه رقم 10 ليه. احمد حجازي تقدم كسب مساحه ارض، يعمل المسانده عند رحيل، الاماميه عند رمضان عايز يعدي، ولكن في تدخل بصفارة وخطأ من أحمد توفيق. كل فرقة أول ما بتفقد الكرة الكل
الكل بيرتد، وادي التقدم الغير متوقع المره دي من فتحي، ولكن الشناوي على طول خطوه ونص ياخد العرضيه وياخد محاوله احمد فتحي من خلال الجبهه اليمنى اللي بقول لحضراتكم اليسرى اللي هي حتى الان اكثر نشاطا، تشعر ان الملعب مايل ناحيه مدرجات الدرجه الثالثه. لكن 32 دقيقة لسه الحذر والترقب مسيطر على أجواء القمة رقم 111. رامي ربيعة تقدم، محدش قابل، على طول كرة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ترويض من رمضان، عبد الله السعيد لرمضان، بيبحث النادي الأهلي عن المساحات. أدي كرة مرة تانية من رمضان بعد ضغط من عبد الخالق، لعب باللمسة واحدة، عاد عبد الله السعيد للبوزيشن المناسب إن الملعب يبقى مفتوح أمامه علشان يوزع ويصمم هجمة جديدة للنادي الأهلي. احمد فتحي عايز يربط مع مؤمن زكريا، انتظر مؤمن، ولكن تدخل من حماده بدون اخطاء، يستحوذ على الكوره وبيعمل المسانده على طول عند احمد توفيق، ولكن التمريره تعدي بعرض الملعب، ما فيهاش انسجام تطلع لتماس، في انفعال من توفيق في اللقطه اللي فاتت ديت، على طول صبري كوره خطيره، وادي الراسيه، ادي راسيه ولكن معدية بعرض منطقة ال 18، ما كانش موجود ولا متابع فيها مليك ايفونا، كان غايب اديله أربع لقاءات مليك ايفونا، عنده خمس أهداف. أدي اللقطة اللي ما كانش فيها أخطاء وسمح المجري فيكتور كاساي باستمرار اللعب. احمد الشناوي على طول لمسه، ربيعه يسلم، رمضان عمل محطه لعب، صبر رحيل، حسام غالي السهل الممتنع، صبر رحيل لسه كلها تمريرات بعرض الملعب في محاوله ايجاد ثغره، والكل الكل ملتزم بالتحركات وبالتغطية الدفاعية وبالغلق، عشان كده الفرص حتى الآن مش موجودة سواء للأحمر أو للأبيض. أدي كورة من جديد، وأدي اللمسة الراسية من أحمد فتحي، حتى الآن كل لعيب أحمر مع لعيب أبيض، وكل لعيب أبيض مع لعيب أحمر، والحلول الغير تقليدية هو السرعة في التحول من الدفاع للهجوم حتى الآن مش موجود، علشان كده الخطورة حتى الآن وإحنا في الدقيقة 35 أيضا مش موجودة، يدوب مناوشات ومحاولات من بعيد لبعيد من خلال التسديد. نادي الأهلي 35 نقطة في المركز الأول، نادي الزمالك في المركز الثاني 31 نقطة، ورجعنا من جديد للحوار الثنائي ما بين الأحمر والأبيض على قمة الدوري الممتاز، الحوار اللي بدأ عام 48 في بطولة الدوري الممتاز ولازال مستمر مشاهدينا حتى يومنا هذا في عام 2016. آخر فوز لنادي الزمالك كان يوم 21/5/2007 2 لا شيء، اهداف تامر عبد الحميد وجمال حمزه، واخر فوز للنادي الاهلي ايضا 21 ولكن 7/2015 بهدفي مؤمن زكريا. معروف يوسف هيطلع الكوره الى خارج الملعب، مش بقول لحضراتكم القمه 111 بعنوان قمة الروح الرياضية،
ادي التدخل من حمادة طلبة، لعيب بيتميز اداؤه بالصلادة والتدخلات القوية، ولكن تدخل على الكرة مشروع في اللقطة اللي فاتت على عبد الله السعيد. سلامات يا عبد الله. لكن لاعبي نادي الزمالك الفارس الابيض على طول بيطلع الكرة، ودي اللقطة اللي كان فيها ابتكار من حمادة طلبة، ولكن على طول العرضية ما كانتش معدية. وادي كهربا اللي لازال الضغط العالي لم يظهر في ملعب برج العرب، شفناه في لقطات فردية، ولكن حتى الآن القدرات الجماعية الهجومية للفارس الأبيض مش واضحة. تحضير على نار هادية من الفارس الأبيض علي جاب. تقدم علي جاب وخلاص حضراتكم حفظته، محدش بيقابل ابدا ابدا في التلت الاول، والكل مأجل قرار الضغط والاستخلاص. ايمن حفني نفس دور عبد الله السعيد، لكن بيسقط للخلف وفي صفارة وخطأ لمصلحة نادي الزمالك. بيعرف بذكاء ايمن حفني ياخد اخطاء. ادي كهربا سقط لمنطقة وسط الملعب. معروف يوسف كهربا بتطول منه الكورة، مش بقول لحضراتكم الضغط العالي مش موجود. وادي ايفونا وادي الكرات المشتركة، ولكن حلها عمر جابر. صبر رحيل على طول تمريرة للأمام، عبد الله السعيد بيوسع لنفسه بيسدد، ولكن على طول الساتر علي جبر بيقطع. وادي على طول كينج كونج مرة تانية بيقطع، وعبد الله السعيد بيعمل كرة ثرو باس، ولكن إبراهيم عبد الخالق على طول بخبرة، ولكن بتلمس رجل إبراهيم وتتحول علشان تبقى الركنية التانية لمصلحة النادي الأهلي، وقرار موفق جدا جدا من فيكتور كاساي. ابتدينا نسمع من جديد العب يا أهلي، لكن الكل حابس الأنفاس، الكل منتظر. ودي عبد الله السعيد بيلعب عرضية، ولكن إبعاد من معروف، ودي كرة وتقدم وخطأ لمصلحة محمود كهربا. سلامات كلهم نجوم منتخبنا، وسلامة اللاعبين هي المهمة الأولى. طبعا في خطأ من أحمد فتحي، فاول وخطأ في تكتيك وفي خبرة من أحمد فتحي، لأنه عارف خطورة السرعة وخطورة تحول الفارس الأبيض في الهجمات المرتدة. وصلنا للدقيقة 40 ولازال الحوار المطروح على ملعب برج العرب، لقاء إيكوال. حتى الآن ما شفناش هجمات ما شفناش فرص إنقاذ إلا إنقاذ أحمد الشناوي. حسام غالي ياخد خطأ ويستحوذ على الكرة في اللقطة اللي فاتت ديت، وينال تحية الجماهير. لحقوا فيكتور كاساي باحتساب خطأ. رامي ربيعة على طول بيوزع، مؤمن زكريا بيعمل كنترول، مليك ايفونا مثبت نفسه والتمريرة ما يقدرش يسيطر عليها. ادي التوزيع الامامية على طول في ظهر احمد فتحي، ولكن لسه كهربا لم يضيء الانطلاقات الهجومية للفارس الابيض. احمد فتحي، حسام عاشور في مكان مميز على طول عايز يعمل هات وخد. حسام في مكان غير تقليدي، عبد الله السعيد عايز يروح بكرة في الجبهة اليمنى، ولكن حمادة واقف 10 على 10. مؤمن زكريا، حسام غالي
يتضغط عليه المرة دي من معروف. أحمد توفيق هل ينقل الهجمة بسرعة؟ أدي على طول التمريرة الأمامية، ولكن ربيعة على طول مش مدي مساحات لكهرباء. معروف يوسف، أيمن، نادي الزمالك لسه مش قادر يعمل استحواذ. أدي التوزيعة الأمامية، ولكن فين التوزيعة وفين الإمداد والتمويل لباسم مرسي؟ بيهرب على الأطراف، ولكن لسه لاعبي وسط الملعب لنادي الزمالك مركزين في الشق الدفاعي، ولكن الشق الأمامي حتى الآن مش واضح. علي جبر على طول بيقطع في لقطة مميزة من علي. إبراهيم عبد الخالق، عمر جابر يوزع كورة للأمام، ولكن كل الكرات العالية على طول حجازي. أيمن حفني هات وخد مع باسم. كهربا في المساحات يقدر يوجد الحلول، ودي الكرة العميقة، ولكن يطلع دفاع النادي الأهلي وعلى طول يبعد الخطورة صبر رحيل. كرات مشتركة، ولكن حسام غالي يقطع ويحط كورة في منتهى الخطورة عند إيفونا. هيعمل ايه؟ عمل تمريرة خطيرة، وادي اللقطة، ادي اللقطة، وادي التدخل من معروف. يا سلام يا سلام يا سلام، ادي المساحات، وادي التحول السريع من الدفاع للهجوم، وتمريرة مفيش اجمل من كده، ولكن تدخل من معروف ودي ودار يفسد المحاولة الجريئة والانطلاقة الجريئة من مؤمن زكريا، وتتحول الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى ركنية. ركنية رقم 3. النادي الأهلي حتى الآن أكثر جماعية، أكثر سيطرة واستحواذ، ولكن بدون خطورة حقيقية. ودي الكرة العرضية، إبعاد على طول من دفاع الفارس الأبيض. صفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة صبر رحيل اللي كان طبعا عامل تغطية لحجازي وربيعة اللي بيتقدموا في الكرات والمواقف الثابتة، ياخد خطأ بعد تدخل من الخلف من محمود كهربا. بنلعب في الدقيقة 44، 8 أخطاء على الفارس الأبيض مقابل 7، لكن لسه لازلنا بنبحث عن اللقطات المضيئة. حتى الآن الشباك ساكنة، ودي مؤمن زكريا على طول بيلعب كرة عرضية، ولكن عرضيات حتى الآن سيئة جدا جدا. كرة بالخطأ، والتمريرة الأمامية في مساحة خطيرة. عبد الله في مكان خطير، ودي مرة تانية اللمسة حسام غالي، ولكن كتير جدا جدا. صحيح في مساحات، ولكن مفيش استغلال للكرة اللي فاتت ديت، ولما الكرة بتعلى بتسمح بالالتحام والاشتراك، ولكن رامي ربيعة حتى الآن متولي مهمة إفساد وضغط على أيمن حفني وكهربا وإيقاف انطلاقات الهجومية للفارس الأبيض من أقرب نقطة. صفارة وخطأ ضد حسام عاشور لمصلحة باسم مرسي، وبدأنا مشاهدينا الكرام نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. أدي الكرة علاها رمضان، وحب يسندها ويهيئها حسام غالي، ولكن راحت الخطورة وضاعت الهجمة بعد الثقة وبعد تناقل الكرة من لاعبي النادي الأهلي. كرة متسقطة وسقوط من جديد المرة دي للكهرباء، ولكن بدون أخطاء. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الأهلي والزمالك والقمة 111 إلى الملتقى. مشاهدينا مع بداية الشوط الثاني تقبلوا تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد مشاهدينا الكرام نتواصل سويا وأحداث الشوط الثاني من لقاء القمة 111 بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب.
واللي تابعنا فيه مشاهدينا الشوط الأول والنصف الأول من الرواية التي جاء أداء الفريقين الأهلي والزمالك فيه أداء خجول وفي ترقب وفي حذر كبير جدا جدا ما بين الفريقين. الأهلي أكثر سيطرة وأكثر استحواذ على مجريات اللاعب وتشعر إنه الأكثر بحثاً عن الثلاث نقاط، بينما على الجانب الآخر الفارس الأبيض لازال مترقب ولازال يلعب بحذر وخجل ويعتمد على السرعات والانطلاقات التي حتى الآن جاءت فردية ونجح في التعامل معها دفاع النادي الأهلي. عموما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، 45 دقيقة أولى من عمر رواية الأهلي والزمالك شاهدنا فيها وتابعنا فيها ضيط هجومي من الفريقين، فلم نشاهد في النصف الأول من الرواية فرص تهديفية حقيقية من الجانبين، وبنأمل في أحداث الشوط الثاني أن ينطلق مدفع الإفطار ومدفع الأهداف للفريقين، خصوصا وإحنا مقبلين على النصف الحاسم الفاصل في نتيجة هذا اللقاء، لقاء القمة 111 تريبل ون بدون أي تبديل أو تعديل. آدي اللقطة اللي فيها كلام وفيها ربما التحام، وآدي اللقطة من الجانب الآخر للمارد الأحمر، ولكن الحكم المجري فيكتور كاساي أشار باستمرار اللعب هنا وهناك. تعادل سلبي ما بين الفريقين بدون انتصار أو انكسار كان عنوان النصف الأول من الرواية مشاهدينا الكرام، ولحظات هنظبط فيها الساعات ونستعد مشاهدينا سويا لمتابعة أحداث الشوط الثاني. على بركة الله انطلقت أحداث الشوط الثاني مع صفارة أولى وخطأ أول لمصلحة نادي الزمالك والمصلحة أيمن حفني، ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك، والفريقين بنفس تشكيلة الشوط الأول بدون تبديل أو تعديل. أدي كورة ومحاولة للاختراق بكرة هات وخد، ولكن الدفاع الأحمر لازال موجود وحاضر. عمر جابر بيرجع للخلف، جبر للشناوي اللي أجاد وتألق في اللقطة الوحيدة والتسديدة الوحيدة ما بين البرواز من أحمد فتحي، لقطة الدقيقة 18. رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي، على طول أحمد فتحي كان في تركيز عليه في الشوط الأول. أدي لمسة عند عبد الله السعيد يجليها تسقط على طول عند إبراهيم حمادة طلبة، استلام من باسم ولكن مش لاقي المساحة ولا لاقي الترابط ولا لاقي الدعم المناسب من لاعبي وسط الملعب المنشغلين بالشق الدفاعي أكتر منه بالشق الهجومي. عمر جابر يضغط عليه من رمضان، ولكن فيكتور كاساي حتى الآن ليه ستايل في إدارة اللقاء، تتفق أو تختلف في بعض المواقف معاه، ولكن اللقاء بيسير في هدوء. تتلعب الضربة الحرة، أدي لمسة من باسم على طول حجازي، عاشور بيعلي الكرة في اتجاه عبد الله السعيد، تسقط لأحمد توفيق بيكافح، ولكن مرة تانية بتتصلح لتوفيق يزقها لإبراهيم عبد الخالق يرجع لعمر جابر. محاولات للانتشار والضغط من لاعبي نادي الزمالك، ولكن معروف يحطها على عكس اتجاه الحركة الحمادة، تطلع الكرة على طول إلى خارج الملعب تماس. رامي ربيعة، مليك إيفونا نفس الكلام، حتى الآن لم يجد
الامداد والتمويل والكرات السريعه، ادي التمريره على طول، حجازي عامل العمق الدفاعي يلعب كوره للامام، كرات مشتركه متبادله ما بين لاعبي الفريقين. دايما اول دقايق في كل شوط الكل بيكشر عن انيابه، ولكن زئير الاسد مشاهدينا لا يكفي لقتل الفريسه سواء للاحمر او للابيض. حسام غالي تمريره يراها معروف، ادي كهربا والانطلاقات اللي بيبحث عنها، ولكن حتى الان بالطريقه الفرديه. احمد حجازي كوره للامام على طول، عبد الله يسلم رمضان، تقدم رمضان وداخل معاه عمر جابر، ودي التاكلينج وسقوط من رمضان، ولكن في اشاره باستمرار اللعب، ودي الضغط على طول من حسام عاشور، ولكن حلها توفيق وجد المساحه ويمرر لحماده. تمريرات بعرض الملعب، ادي التمريره الاماميه مره ثانيه ترجع لمعروف يوسف، تمريره عميقه ولكن ضغط من رمضان يدي الاستحواذ من اقرب نقطه للنادي الاهلي. مؤمن زكريا هيعمل ايه؟ دخل لقلب الملعب ولكن اتضغط عليه على طول من حماده. حتى الان تشعر ان الفرقتين قاريين بعض بشكل كبير جدا جدا وشكل كامل. قلت لحضراتكم قوام الفريقين هو قوام منتخبنا الوطني الاول، وكل الاوراق مكشوفه والكل حاضر وموجود في التغطيه الاعلاميه. عبد الله السعيد بيخرج بالكره الى خارج الملعب، بيطالب بضربه حره ولكن اشاره من المساعد الاول فينسل توس. حمادة طلبة ينفذ على طول رمية التماس، الكرة الأمامية معدية باسم، تنتهي بتماس لمصلحة النادي الأهلي. أدي التغطية الثلاثية سواء للتلفزيون المصري أو قناة النيل أو لإذاعة الشباب والرياضة. مش بقول لحضراتكم، الكل موجود وحاضر، والقمة 111 تندهن، كلنا نقول حاضر، لكن لسه لازال اللاعبين داخل البساط مطبقين ضيط قوي جدا جدا في الشق الهجومي وفي احراز الاهداف المتعه الكبيره جدا جدا للعبه كره القدم. صفاره ضربه حره تتلعب على طول عند عبد الله السعيد، بيفكر في التسديد. الحل الوحيد المطروح على مائدة الحوار بالنسبة للأهلي والزمالك في هذا اللقاء رمي التماس لمصلحة نادي الزمالك. لازال كل مدير فني محتفظ بالثلاث أوراق والثلاث تبديلات، دليل على قناعات كل مدير فني بأداء فريقه داخل البساط. أيمن حفني يشيلها غالب خبرة كبيرة، وتدخل من الخلف من محمود كهربا، ولكن الروح الرياضية الحلوة حتى الآن وأبرز اللقطات حتى الآن من جانب لاعبي الفريقين والروح الرياضية الحلوة اللي موجودة داخل البساط أو خارج البساط من الأجهزة الفنية. الخطأ موجود، أحمد توفيق، أيمن حفني، حمادة يعمل كنترول بيظبط كورته ومنتظر التحركات. سقط أيمن حفني علشان يلعب كرة أمامية، ولكن كهربا زي ما بقول لحضراتكم النهاردة مش لاقي أي مساحات، على طول ضغط من ربيعة أو صبر رحيل. حسام غالي بيتقدم، غالي وبيعمل تمريرة ثرو باس، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد، حمادة طلبة قبل ما توصل لمؤمن زكريا على طول يقرأ تمريرة غالي ويقطع.
احمد الشناوي الكرة العالية وحوار الفضاء اللي متألق فيه حجازي حتى الآن الكلمة العليا، واحنا بنلعب في الدقيقة 53 لمدافعي الفريقين. لسه الأوراق الهجومية، الإمكانيات، القدرات، اللمسات، اللقطات الحلوة حتى الآن مندثرة قليلة في هذا اللقاء. كرة معدية من عبد الله السعيد، من رامي ربيعة، في بطء في تحول نادي الزمالك من الدفاع للهجوم، بيدي فرصة للاعيبة النادي الأهلي إن كلها ترجع تتمركز من جديد في نص ملعبها. ادي حمادة طلبة بيرجع لمعروف بعرض الملعب على طول لأحمد توفيق، الضغط عليه يرجع من جديد لعلي جبر. عمر جابر بيسلم ابراهيم عبد الخالق، ابراهيم هيعمل ايه؟ كل لعيب احمر مع لاعب ابيض بيحاول واحده والتانيه، ودي كوره ومرور من عمر جابر ولكن سقوط بدون اخطاء، يسيبها رامي ربيعه علشان ياخد ركله مرمى. عايزين الحلول الغير تقليديه، عايزين اللمسات، عايزين الابداعات، عايزين الفرص والتسديدات واللمحات الهجوميه. ادي الحوار الفني، هل ياتي بالتطوير؟ وادي المطرقه الجابونيه حتى الان معطله. مليك ايفونا، معروف يوسف يعمل كنترول تمريره للامام، ولكن على طول رامي ربيعة بقول لحضراتكم موجود وحاضر بكل همة وبكل رجولة، يطلع كرة في المساحة الخالية على طول إبراهيم عبد الخالق، جهد كبير يلحق ويلم، ولكن رحيل يحط رجله ويطلع الكرة إلى خارج الملعب. تماس لمصلحة نادي الزمالك، هيتقدم إلى نص ملعب النادي الأهلي ولكن حتى الآن بيعيبه الكثافة الهجومية. أدي كرة مقطوعة من توفيق، مليك إيفونا واحد ضد ثلاثة، هيعمل إيه؟ بيناور وبيعدي ووصل لمكان خطير، يا ولد جول 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 جول، عملها إيفونا، عملها المطرقة الجابونية والراسة الإفريقية بالمهارة الفردية، يفض الاشتباك من نص الملعب، ينطلق ويعلي الهمات ويعلي الصيحات وينتزع الإشادة. إيفونا بيعمل ايه؟ بص شوف يا ولد يا ولد يا ولد، كورة ولا في الأحلام، كورة ولا في الأحلام، بص شوف من ايه؟ من 55 متر يمشي ويعدي ويفوت، ويمشي ويفوت ويناور ويعدي ويوصل لمكان خطير، وببطن القدم اليسرى بيركن على شمال أحمد الشناوي ويقول للشناوي أنا هنا، ويضع الهدف الأول مشاهدينا الكرام، ويتقدم المارد الأحمر بهدف مقابل لا شيء. هدف في الدقيقة 55 من المطرقة الجابونية، مليك إيفونا يفتح السيناريو ويفتح الحوار على مصراعيه ويحرر اللقاء من التعادل السلبي اللي سيطر عليه 54 دقيقة. هنشوف ونتابع مع حضراتكم بعد ما تقدم المارد الأحمر عن طريق انطلاقة فردية من المطرقة الجابونية مليك إيفونا، هنشوف ردة الفعل على الفارس الأبيض وقراءة الأفكار وتطوير الهجوم اللي كان غايب طوال ال 54 دقيقة عن الفارس الأبيض. أدي مؤمن زكريا والمساحات الكبيرة جدا جدا، عدى مؤمن في مكان خطير، وأدي العرضية، أدي العرضية خطيرة خطيرة جدا جدا، مش ممكن
فرص كبيرة جدا جدا، والنادي الأهلي طبعا هيعزز وهيحاول وهيسعى على التعزيز. وشايف التبديل الأول، هيخرج أحمد فتحي وهينزل اللاعب الشاب محمد هاني. أول تبديلات اللقاء خروج أحمد فتحي ونزول الشاب محمد هاني في الدقيقة 58. علي جاب جماهير النادي الأهلي بتحيي أحمد فتحي. حسام غالي، مش بقول لحضراتكم الهدف هيدي ثقة، ودي مؤمن زكريا بلقطة مهارية، ولكن ضغط على حسام غالي. معروف يوسف أيضا، شايف الورقة الأولى للفارس الأبيض بتستعد للنزول. أدي باسم مرسي بيوسع، ولكن التمريرة تفرق كتير جدا جدا. التمريرة ثمان لقاءات سابقة جمعت ما بين الأهلي والزمالك في شهر فبراير، ثلاثة فاز فيهم نادي الزمالك، وثلاث لقاءات انتهوا بالتعادل، ولقاءين فاز بيهم النادي الأهلي. والنهاردة اللقاء رقم 9 اللي بيقام في شهر فبراير. أدي كورة من معروف، ولكن ضغط من محمد هاني. ابتدى جمهور النادي الأهلي يعلي هتافاته في ملعب برج العرب مشاهدينا الكرام، احتفالا وابتهاجا بهدف النادي الأهلي عن طريق مليك إيفونا. كرة للأمام، ما تلاقيش إلا الشناوي على طول، دي ودار، لكن شفنا لقطة الهدف، كان ثلاثة أبيض ضد مليك إيفونا. الكل أجل قرار المهاجمة والضغط وتراجعوا إلى منطقة خطيرة جدا جدا، كانت كفيلة للمطرقة إنها تقصو بشدة على أحمد الشناوي. لكن لسه اللقاء داخل البساط، يدوب 60 دقيقة مرت من عمر 90 دقيقة مشاهدينا الكرام، ولازال في الحوار 30 دقيقة متبقية. حازم إمام الغائب للإصابة من مدة طويلة جدا جدا، بيعود للمشاركة حازم إمام علشان يشارك لتاني مرة هذا الموسم بديلا لإبراهيم عبد الخالق. أعتقد إنه هيرجع حازم إمام ويبقى ظهير أيمن، بينما عمر جابر هينضم إلى مجموعة العمل في وسط الملعب. رايا وصفارة تسلل على باسم، وكل فرقة عملت تبديل. وحشتنا أصوات الجماهير، وهدف اللقاء بيخلينا حتى الآن نستمع لهتافات جمهور النادي الأهلي المتقدم بهدف. آدي اللقطة، والراية سليمة جدا جدا من المساعد الثاني جورجي رينج. رمضان صبحي، صبري رحيل رمضان، يخرج بالكرة رمضان إلى خارج الملعب علشان يبقى التماس موجود لمصلحة الفارس الأبيض. معروف يوسف يسلم دويدار، علي جاب بيروح مرة تانية لحازم إمام في أول لقطة لحازم إمام اللي بيلعب النهاردة القمة رقم 11، متساوي بنفس عدد المشاركات والقمة لعمر جابر. أدي أيمن عدى
على طول ويسلم لعمر يرجع لحازم، هيبقى في تركيز من الفارس الابيض طبعا على الجبهه اليمنى والثنائي حازم امام وعمر جابر. سفاره وخطا، ضربه حره مباشره لمصلحه نادي الزمالك. هنشوف احمد حسام ميدو هيفكر في ايه، والقاعده بتقول اذا لم تلائم الحقائق النظريه فلا بد من تغيير الحقائق. هنشوف هيغير الواقع ازاي ميدو. تتلعب الضربه الحره، كره عاليه ولكن اللمسه الراسيه من طلبة الى خارج الملعب. عنده هدف حماده طلبة، هدف انقاذ لنادي الزمالك في لقاء سموحه لقاء الجوله 16، لكن جهد كبير. وادي اللمسه الراسيه، هل في دماغ هاني ولا في دماغ طلبة؟ وادي اللقطه اللي فيها مهاره من حسام غالي وايضا من ايمن حفني. مش بقول لحضراتكم المهارات والامكانيات والحلويات موجوده، ولكن اللعيبه النهارده عاملين دايت ومدفع الافطار اتى من اللاعب الجابوني مليك ايفونا. سفاره ضربه حره مباشره، خطا على حماده طلبة، تتلعب على طول. محمد هاني بيحافظ على كورته، ودي مره تانية. يا سلام على الواد سري، ومؤمن مؤمن يا ولد يا ولد يا ولد، عايز يعمل تمريره اسيست خادعه لمليك ايفونا، ولكن دفاع الفارس الابيض بيفطن للتمريره الذكيه من مؤمن زكريا، وعلى طول بيعمل ابعاد وتشتيت. ادي اللقطه الوان 3 والاداء الجماعي السهل السلس اللي كان مدي سيطره واستحواذ للمارد الاحمر على حساب الفارس الابيض طوال ال 65 دقيقه من عمر وزمن اللقاء. صحيح نادي الزمالك بيعاني من غيابات في وسط الملعب مأثره عليه، لكن الزمالك مدجج بالنجوم. شايف الفرصة الشقية، مصطفى فتحي بيستعد لتغيير الواقع المفروض في ملعب برج العرب كأحد الحلول للفارس الأبيض بديلا لمحمود كهربا اللي النهاردة ما كانش موجود وحاضر بقدراته وإمكاناته. تبديلين وتعديلين من احمد حسام ميدو الى قوام الفارس الابيض اللي بيبحث عن ادراك هدف التعادل في لقاء القمه 111 اللي متقدم فيه النادي الاهلي بهدف عن طريق مليك ايفونا اللي بيوصل النهارده الى الهدف رقم 6. محمد هاني منتظر التحركات. محمد النهارده بيلعب القمه رقم 2 ليه. مليك ايفونا تتقطع منه توصل لتوفيق، احمد توفيق مشي بعرض الملعب. ادي التمريره الاماميه عمر جابر والجبهه اليمنى، ولكن صبري في اخر لقاءين بيقدم لنا وجه جديد، وجه غير معتاد. ألف سلامة على نجمنا محمد عبد الشافي اللي سمعنا بإصابته، خسارة جديدة لمنتخبنا الوطني. تمريرة بالخطأ توصل على طول لصبر رحيل، لعب باللمسة واحدة ومساحات ضيقة، ولكن فيها انسجام وفيها تفاهم وفيها جمال وفيها مرور من رمضان. مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، في انسجام واضح وتفاهم واضح
ما بين لاعبي النادي الأهلي وعدم رقابة حقيقية من لاعبي وسط الملعب لنادي الزمالك. كرات ولعب من لمسة واحدة، مرة تانية عبد الله، ودي اللمسة من محمد هاني يلعب العرضية، ولكن علي جبر يا ولد قبل ما تعدي وتوصل لإيفونا يعمل إبعاد. حمادة طلبة مضغوط عليه على طول، ما يلاقيش حل إلا إنه يطلع الكرة إلى خارج الملعب. تماس عبد الله السعيد يعمل فنت ويفوت، لكن كرة بتتقطع من أمام حسام غالي. أيمن حفني بياخد خطأ، وبص شوف حضراتكم رمضان بيضغط منين، مفيش مساحات النهاردة. قدرات ولا قلق الفارس الأبيض لم تتلألأ، لم تظهر نتيجة الضغط وعدم الارتياحية اللي فرضها عليهم النهاردة لاعبي النادي الأهلي. رقابة صارمة، بينما لاعبي نادي الزمالك صحيح بيرجعوا وبيرتدوا، ولكن بيكتفوا فقط بالتحليق، والتحليق شيء والضغط شيء آخر. شريف إكرامي بيطلع الكرة إلى خارج الملعب، وقع مليك إيفونا، لكن حتى الآن الجابوني صاحب اللقطة المضيئة مشاهدينا، اللقطة اللي انطلق فيها ومر وفات وعدى وصمم وسدد علشان يسجل أجمل الأهداف حتى الآن، ويفتتح الحوار في لقاء القمة 111 ويضع الهدف رقم 134 في لقاء القطبين. فرحة كبيرة جدا جدا. مباراة الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي هي مباراة دائما دائما مباراة للتاريخ للأرشيف. شايف الغزال عمرو جمال بيستعد علشان يبقى التبديل الثاني للنادي الأهلي، أعتقد بديلا لمليك إيفونا. عبد الله ولا مؤمن؟ ده مؤمن بحركاته بيعدي الكرة وعايز يعمل انطلاقات في الجبهة اليسرى، ولكن عمل محطة ويرجع يعمل المساندة عند حسام. لا تشعر بوجود حسام عاشور، ولكن هو رمانة الميزان ورمانة الأداء في وسط الملعب للنادي الأهلي. عمر جابر عنده مساحة على طول يوزع لمصطفى فتحي، أول لقطة للفرصة الشقية على طول بيصول ويقول، ولكن الفردية صحيح الفردية وصلت النادي الأهلي لهدف اللقاء الوحيد حتى الآن، ولكن نادي الزمالك لو تعاون لاعبيه في الشق الهجومي هيقدم لنا فصل جديد من مدرسة الفن والهندسة. ادي كرة هات وخد، حازم امام بيلعب عرضية ولكن مقطوعة من غالي، وتشتيت على طول من صبري رحيل. مرة تانية بدأ يبقى في ضغط، ومعروف يوسف بيسدد، معروف يوسف بيسدد، ولكن تسديدة بعيدة عن المرمى. ميدو عمل تبديلين وبيفكر وبيشوف في جرابه الفني، لم يتبقى لديه سوى تبديل وحيد. وحتى الآن عريس اللقاء ونجم اللقاء باللقطة المضيئة هو مليك إيفونا، المطرقة القوية. عمر جابر، مصطفى فتحي على طول بترجع لحازم امام، كلها محاولات، عدى مصطفى فتحي، يرجع معروف يوسف، تقدم من ديودار. حماده طلبة معروف يوسف، النهارده جناحين نادي الزمالك. طبعا مش موجودين ايمن حفني، مصطفى فتحي، والكرة للخلف عند عمر جابر.
مرة تانية مصطفى أيمن حفني بيغير اتجاهاته والتمريرة الأمامية المرة دي حلوة يا ولد عند عمر، ولكن كينج كونج أحمد حجازي على طول يتدخل، وعبد الله السعيد عايز يمرر لمليك إيفونا ولكن ضغط عليه ديدار كأفضل ما يكون ويسلم أيمن. هل في سرعة في الأداء للفارس الأبيض؟ بيغير اتجاهاته ويرجع لمصطفى يطلع حازم إمام، ولكن السكة مقفولة والمهارة الفردية زي ما بقول لحضراتكم مش ممكن أبدا تحل الكثافات العددية اللي موجودة. يا سلام يا عبد الله عدى واخترق وبيعمل تمريرة خطيرة لمليك إيفونا، وادي اللقطة التانية، ادي اللقطة التانية والفرصة التانية والكلمة التانية والضربة التانية من المطرقة الجابونية بعد مرور ولا في الأحلام من عبد الله السعيد، يدي هدية لإيفونا ولكن إيفونا بيرفض تعزيز النتيجة للمارد الأحمر، وتروح فرصة كبيرة جدا على النادي الأهلي. شيكابالا هينزل بديلا لأيمن حفني في آخر التبديلات للفارس الأبيض، وهيخرج مليك إيفونا صاحب اللقطة المثيرة الخطيرة لقطة الدقيقة 73، وهينزل الغزال عمرو جمال في تبديل تاني للنادي الأهلي. هذه اللقطة مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة، ومشوار إيفونا الخمسة وخمسين متر ينتهي بهدف في شباك الشناوي، لكن النادي الأهلي أحسن، النادي الأهلي أفضل من خلال الأربعة وسبعين دقيقة اللي مرت من عمر وزمن اللقاء، وكلل لاعبي النادي الأهلي المجهود والأداء بهدف بمجهود فرد كبير من هجمة مرتدة لمليك إيفونا. كرة للأمام، شيكابالا الأمل الأخير والحل الأخير في جعبة ميدو الفني. رمي التماس على طول، هات وخد، عمر جابر، أحمد توفيق، شيكابالا بالكعب، ولكن على طول بقول لحضراتكم ثبات التشكيل اللي عمله الكابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي بيلعب النهارده رابع لقاء ليه، وكل جماهير النادي الأهلي بتطالب ببقائه، ولكن لازلنا بنستمع ونشاهد بحث مسؤول النادي الأهلي عن مدير فني أجنبي، لكن حتى الآن ثبات التشكيل حفظ لاعبي النادي الأهلي الأداء وتطور الأداء وارتفع النسق وارتفعت النتائج الإيجابية للنادي الأهلي، ومن الخلف قفز للأمام، والنهاردة متقدم على منافسه التقليدي الفارس الأبيض، ولو استمر اللقاء هيغني ويعزف منفردا على القمة بفارق سبع نقاط. وما أدراك مفارق السبع نقاط؟ بدأنا نلعب في آخر ربع ساعة، ديودار على طول، توفيق، عمر جابر بيسلم، حازم إمام دخل للقلب، حازم عودة بعد غياب طويل جدا ولكن الفردية آفة كبيرة جدا للفارس الأبيض، والهجمات المرتدة خطيرة جدا ودي عمرو جمال عدى عمرو، ولكن معروف يوسف يعمل ارتداد جيد، سفارة وخطأ لمصلحة عمر جابر، وادي خطأ في تاكتيك من حسام عاشور. شيكابالا على طول بيلعب كورة للأمام، ولكن ربيعة النهاردة تحركات واعية جدا من ربيعة، قاري ومركز ومحضر ومجهز نفسه لكل التمريرات الأمامية سواء من أيمن أو من شيكابالا
او من لاعبي وسط الملعب. النهارده شيكابالا بيلعب القمه رقم 15، وهو اكثر لاعبي نادي الزمالك مشاركه في لقاءات القمه. ادي الغزال اللي اوجد كلمه السر والباسورد في اللقاء الماضي امام انبي وفك صيامه التهديفي. لسه باسم حتى الان، صيامه لازال مستمر. ادي شيكابالا بيدوس على كورته وبيلعب عرضيه، ولكن حط فيها قوه، حط فيها قوه شيكابالا، علشان كده بيعتذر. عنده هدف ولا في الاحلام امام انبي، هدف عاد الفارس الابيض الى الانتصار على انبي بعد غياب 6 سنوات. هدف حضراتكم تتذكروه من الخيال العلمي. حسام عاشور، رمضان صبحي، محمد هاني بيتقدم. الغزال يرجع مرة تانية لرمضان. حسام عاشور، عبد الله السعيد، انتشار من لاعبي النادي الاهلي، وست سبع تمريرات توصل لعبد الله السعيد. والنادي الاهلي بيبدا مرحله التدريس وجمعه التمرير وتجميع الاداء باكبر عدد ممكن من التمريرات. وصلنا ل 12 13 تمريره. معروف يوسف يضغط، وهو ده الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، وهو ده الفارق النهارده في اداء لاعبي وسط الملعب ما بين الاهلي والزمالك، الفرق ما بين الضغط والتحليق. عمرو جمال تدخل بخطا من حماده طلبه، وكارت اول في احداث اللقاء في الدقيقه 80 هيبقى من نصيب حماده طلبه. اول الكروت من فيكتور كاساي، طبعا ما كانش عنده اي حظوظ حماده طلبه في اللعب على الكوره، عشان كده فيكتور كاساي المجري يشهر اول كروته في القمه 111. ضربه حره مباشره، وعلى طول عمرو جمال اتحرك، ولكن رايا وسفارة تسلل. ادي فينسل توس المساعد الدولي من 2008، الراية موجودة والقرار سليم. لم نشعر بطاقم التحكيم، دليل على النجاح. وابو برنيطة دايما مقنع. احمد توفيق على طول، حازم امام، علي جبر، احمد توفيق، تحضير والتزام من لاعبي النادي الاهلي برقابه مان تو مان والزون ديفنس، والتمريره الاماميه ربيعه موجود في كل مكان، كانه النهارده مستنسخ نفسه بثلاث او اربع لاعبين. علي جبر على طول بتسقط الكرة عند عمر جابر، جبر من جديد بيوزع لحازم امام. فين حلول الفارس الابيض؟ حتى الان لغز كبير جدا جدا، وتساؤل كبير لجماهير الفارس الابيض اللي فقدت 5 نقاط في اخر لقاءين، وحتى الان متأخرة بهدف في مباراة وفي سباق القمة. وكارت تاني لمحمد هاني، كارت تاني لمحمد هاني، وأول للاعبي النادي الأهلي، وتدخل باستاذ الحذاء. اعتبر فيكتور كاساي في إهمال. ضربة حرة مباشرة،
وشيكابالا مميز في تنفيذ الكرات الثابته، وشريف اكرامي بيسلم كل لاعب للمان بتاعه، وستة ابيض متقدم تتلعب على طول، ولكن مؤمن زكريا على طول يعمل ابعاد. احمد توفيق لاعبي الفرقتين كلهم في نص ملعب النادي الاهلي، اللي طبعا متشبث بالهدف اللي تقدم بيه عن طريق مليك ايفونا في الدقيقه 55. النهارده القمه 111 تريبل 1، وهدف اللقاء في الدقيقه 55. شيكابالا بيلعب كوره ودي راسيه ولكن اعلى من المرمى. باسم مرسي، فين باسم؟ فين لقطاته وابداعاته؟ والتبديل الثالث والاخير، هيخرج مؤمن زكريا وينزل العائد من الاصابه صالح جمعه. اخر تبديلات الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، عمل جهد كبير مؤمن وادى قوة وصلادة لوسط ملعب النادي الاهلي. هينزل صالح جمعة، ادي الكورة، ادي الكورة وادي اللمسة من باسم، ولكن التوجيه رمضان صبحي بيحافظ على كورته، ولكن معروف وحمادة، ولكن في رجولة وفي روح كبيرة النهاردة من لاعبي النادي الاهلي. احمد الشناوي على طول لمسه من قبل، كرات مشتركه. ربيعه اللي النهارده عامل نسخ كبيره جدا ليه في دفاع النادي الاهلي، ودي كوره معديه بعد ضغط حقيقي على مصطفى فتحي من صبري رحيل، تعدي الكوره وتخرج الى خارج الملعب علشان تبقى تماس. بدانا نلعب في اخر خمس دقائق، الوقت الصعب، اللحظات القاسية، اللحظات التي لا ترحم سواء للأحمر أو للأبيض. كرة للأمام، صالح في أول لقطة عايز يعمل مشوار، ولكن قفلها علي جبر بحساب الهندسة والمثلثات. النهاردة مباراة كانت مغلقة، ومن انطلاقه ومن هجمه فرديه بمهاره كبيره جدا وقدره كبيره جدا لمليك ايفونا، حل الالغاز وافتتح تسجيل الاهداف وحرك الشباك. ادي كوره 1-3 وتقدم لصالح، ولكن ارتداد مفيش اجمل من كده من حازم امام. احمد توفيق، عمر جابر معروف بينادي عليهم شيكابالا، توصل الكرة الى شيكا على طول لمسة. احمد توفيق منتظر التحركات، ولاعبي النادي الاهلي كلهم ارتدوا في اخر 40 متر زي ما حضراتكم شايفين، مضيقين المساحات علشان اي قدرات فردية ما يبقاش ليها وجود. حازم امام، مصطفى فتحي، الكرة المتسقطة في اتجاه معروف يوسف، هل عنده حل؟ ولكن الحل موجود عند رمضان. محمد هاني، كرة قطرية ولكن معدية المرة دي من عبد الله السعيد. نادي الزمالك بيركز، حمادة طلبة عدى حلو، هيعمل ايه؟ ايد لوحدها ما تسقفش، ولاعب والتاني والتالت والرابع قافلين من النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، علشان كده المهمة صعبة جدا للقدرات الفردية. احمد توفيق وسفارة وخطأ من عبد الله السعيد، على طول عمر جابر، شيكابالا نقل نفسه في الجبهة اليمنى، شيكا
بيرفع وشه وبيقول للعيبة مين بيتحرك، مين مفضي نفسه ومش لاقي يدي التمريرة. ادي كرة هات وخد، وادي معروف، ولكن على طول إكرامي، ولكن على طول إكرامي واقف ومتحرك ويعمل إنقاذ. هو الإنقاذ الأول لشريف إكرامي في هذا اللقاء، وهي لقطة الدقيقة 88 من عمر وزمن اللقاء. ولكن أول جملة وأول ربط وأول اختراق من الفارس الأبيض، وادي العرضية يطلع كينج كونج، وادي التسديدة من مصطفى، ولكن بترتد من البلوك الأحمر الصلدة حتى الآن. معروف يوسف وبيلعب كورة، وادي مرة تانية كينج كونج بيظهر وبيتألق، وادي الهجمة المرتدة 3-1 أو 3-2. رمضان بيكسب مساحة وفي مكان خطير وبيجري الغزال، وادي جول 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 جول. الغزال بيطلق رصاصة الرحمة على الفارس الأبيض في الدقيقة 88، ويضع الهدف الثاني، هدف النهاية لأجمل رواية للفارس الأحمر في قمة 111 من هجمة مرتدة 3-1. على طول رمضان صبحي ينتظر الأوفرلاب علشان يعمل أجمل رواية وأجمل تمريرة وأجمل حكاية. والغزال دي ما تضيعش، على طول بالقدم اليمنى يضع تاني الأهداف للغزال وتاني أهداف القمة 111 علشان يزيد تقدمه المارد الأحمر مشاهدينا، وتصبح النتيجة 2 النادي الأهلي لا شيء نادي الزمالك. 2 لا شيء، ونفس المكان اللي فات ونفس الماضي ونفس الذكريات وما أشبه الليلة بمبارحة. 2 النادي الأهلي لا شيء نادي الزمالك، وثلاث دقايق وقت محتسب بدل ضائع، وكارت مجاني لباسم مرسي مش عارف على ايه، لكن النهارده النادي الاهلي عرف من خلال اداؤه الجماعي ومن خلال التوظيف والانسجام والتفاهم واللعب بروح الفريق انه هو ينتصر على قدرات نادي الزمالك والفارس الأبيض الفردية الفنية العالية، اللي النهاردة قدر ان هو يوقف كل الأوراق الكابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي بيحافظ لرابع لقاء على الكلين شيت ونظافة شباك وتحقيق 4 انتصارات متتالية. والثعلب ثعلب وزيزو بيقول انا هنا، أليس فيكم رجل رشيد؟ بنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع، ونتيجة القمة 111 مشاهدينا بتنحاز للمارد الأحمر المتقدم بهدفين. شيكابالا للمرة المليون في هذا اللقاء، آدي الهجمة المرتدة، تمريرة التانية التالتة داخل الشباك، وزي ما بنقول الكرة إجوال. والنادي الأهلي النهاردة عن طريق إيفونا والغزال أحد تبديلات الكابتن زيزو بيستطيع إن هو يصول ويقول في ملعب برج العرب وش السعد على المارد الأحمر في أي توقيت وأي زمان. معروف يوسف، باسم، ضربة راسية ولكن في المتناول عند إكرامي. أحمد حسام ميدو والمصير المجهول والغضب المنتظر سواء على مسؤول نادي الزمالك أو على جماهير الفارس الأبيض، اللي أعتقد إنها هتبدأ تعيد أفكارها بعد ما كانت بتمني النفس إنها تذلل الفارق. لاعبي النادي الأهلي بأدائهم وبقدراتهم
وبتشكيل عبد العزيز عبد الشافي قدروا النهارده في لقاء الفيس تو فيس انهم يوسعوا الفارق ما بين الاهلي والزمالك الى 7 نقاط. ولكن ما ننساش النادي الاهلي عنده لقاء مؤجل امام النسر الاخضر من الجولة 7، ونادي الزمالك عنده لقاء مؤجل امام نادي الاتحاد. وفي هذه الاثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صفارة النهاية لأجمل رواية وأجمل حكاية بالنسبة للمارد الأحمر اللي فاز النهاردة على الفارس الأبيض بهدفين دون رد في النهاية. لا يسعني مشاهدينا إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء.